صباح الخير يا فندم. من فضلك في حجز هنا اوضه باسمي. أنيسة جيهان فؤاد؟ ايوه ايوه يا فندم، الحجز موجود باسم حضرتك فعلا. ممكن تستريحي دقايق بس في اللوبي؟ استريح ايه؟ من فضلك انا تعبانه جدا ومش نايمه بقالي يومين، انا عايزه الاوضه دلوقتي حالا. ربع ساعه بس يا فندم، عشان الجيست اللي قبل حضرتك لسه عامل تشيك اوت والهاوس كيبنج بينظفوا الاوضه. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. لو سمحت عندكم حجز باسم عادل حجازي. حاضر، ثانية واحدة. طيب ممكن حضرتك تستنى دقيقة واحدة بس؟ هشوفهولك حالا. ايه البني ادم قليل الذوق ده؟ ازاي ياكل من البسكويت بتاعي بدون اذن؟ بجد قليل الذوق. طب اعمل ايه انا دلوقتي معاه؟ بيت البسكويت في راسه وامشي ولا اعمل ايه؟ استاذ عادل حجازي؟ فندم بندور على حضرتك. حاضر. راجل بارد بصحيح، ايه ده؟ يا دي كسوف، انا عملت ايه؟ اكلت بسكويت الراجل؟ لو سمحت، هو الاستاذ اللي كان هنا من شويه اللي هو طويل كده ودقنه وشعره كيرلي كده، هو راح فين؟
أني أستاذ؟ كان معاه مجلة زي دي. أستاذ عادل حجازي. ده طلع قطة يا فندم. أنت ممكن تكلمه لي لو سمحت؟ حاضر. ألو مستر عادل؟ في أنيسة هنا. جيهان. في أنيسة جيهان هنا عايزة تكلم حضرتك. مين جيهان؟ طب اديها لي أكلمها. معاك يا فندم. ألو؟ أهلا وسهلا يا فندم. أنتي بتاعت البسكوت. عجبك البسكوت؟ طب بالهنا والشفا. لا لا يا فندم، حصل خير. ماشي. بقول لك إيه؟ أنا عايز تعويض عن نص علبة البسكوت بقى. تسمحي لي أعزمك على عشاء حلو النهاردة؟ نعم، نتعشى سوا؟ لا على فكرة أنت فهمتني غلط خالص. أنا لا بخرج ولا بتعشى مع حد ما أعرفوش. أنا بس متصلة علشان أعتذر وأوضح الموقف. وإذا كان على ثمن علبة البسكوت أنا ممكن أبعتهولك. سلام. مفيش مكان فاضي لو سمحت. أنا آسف والله مفيش مكان فاضي. طب أنا أعمل إيه؟ عايزة أتعشى. حضرتك في مكان ورا فاضي عند الأستاذ. لا شوف لي ترابيزة تانية غير دي لو سمحت. أنا بعتذر لحضرتك. طب خمس ثواني بس بعد إذنك. بعد إذنك الأستاذ خلص عشاء تقدر حضرتك تفضل. طيب ميرسي أنا متشكرة لذوقك. مساء الخير. أهلا وسهلا اتفضلي. معلش بعتذر لو أزعجتك، هو الويتر قال لي إنك خلصت العشاء. لا أنا فعلا خلصت العشاء بس كنت مستني الحلو والحلو وصل. يعني أنا بسمع خبراء التغذية بيقولوا إنه المفروض ناكل الفاكهة قبل الأكل، يعني مش عارفة. ماشي. فيها إيه يعني؟ ما يعني دي مش بروبلم يعني. أصل الحلو حلو وبيجي في أي وقت. حضرتك هربتي مني النهاردة، أنا عزمتك على عشاء وأنت رفضتي. شوف القدر بقى، جمعنا على نفس الترابيزة وفي نفس اليوم. القدر؟ ده انت قديم قوي. انا فعلا قديم شويه. شوف افلام قديمه بقى، ابيض واسود واغاني قديمه كده بس ده حلو برضه ولا ايه؟ طبعا حلو قوي. مود يعني. هو انت اسمك ايه؟ عادل حجازي، ماركتنج في شركه عقارات كده. وحضرتك؟ انا جيهان فؤاد وبشتغل مضيف الطيران بس حاليا في اجازه. حلو. انا بحب السفر قوي فعلا. بس عندي فوبيا بقى، بخاف. ليه كده؟ ما اعرفش كده من وانا صغير يعني. الا بالنسبه لي دي يعني انت هنا اجازه لوحدك يعني؟ يعني اهلك مش معاكي؟ اصل انا ما بشوفش حد معاكي. لا انا اهلي كلهم في امريكا وانا عايشه هنا لوحدي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. والله زي ما بقول لك، مرة احنا رحنا اسكندرية مع شريف ده وقال لنا ان انا بمشي وانا نايم، وفضلنا خايفين عليه وقلبنا وقع في رجلينا لحد ما اكتشفنا ان هو كذاب. لا
ابن لذينة ده نمرة بس دمه خفيف. لا دمه تقيلة قوي. دمه خفيف. انما اقول لي انت ليه يعني ما قلتليش ان علبة البسكويت بتاعتك وسبتني اكل منها كده؟ طب انت كنت فاكره انها بتاعتك ما قلتيش حاجة؟ يعني انا كنت مكسوفة بس كنت مفروسة منك وعمالة اقول هو ازاي يعني ما يستأذنيش وياكل من البسكويت بتاعي. ليه انت بخيلة؟ ده بسكويت عادي يعني. لا مش بخيلة بالعكس. بصراحة ما بحبش حد ياخد مني حاجة غصب عني. انا بصراحه انتي صعبت عليا، قلت يعني شكلها جعانه كده وغلبانه ومعاش فلوس وبتستعبط، خليها تستعبط، بس انا غلست عليك في الاخر وخدتها معايا. انت شكلك بجد نمره، انت دمك خفيف زي صاحبك بالظبط. لا صاحبي ايه، ما احنا قلنا دمه تقيل بقى. ايه ده، المكان فاضي ومفيش حد موجود غيرنا، الوقت سرعنا خالص. بالعكس، احنا اللي سرعنا احلى 5 ساعات من زمان. جهانة أنا ممكن أخذ رقم تليفونك ولا إيه؟ شور 012. I'd cry like a baby if you told me goodbye. I'd feel like a snowball on the 4th of July. If you ever said you were leaving for good, I'd weep like the weeping willow, honest I would. I'd cry like a baby with a busted balloon. I'd let out the wail that would be heard on the moon. Our love was so splendid, don't end it so soon. Don't leave me here silent, a sobbing and a sighing, crying like a baby for you. مبروك يا جيجي. مبروك يا عادل. ربنا يتمم بخير. مبروك يا عدول. مبروك يا جيجي. ميرسي حبيبي. عقبال ليلتك. او بيبي يا نهار ازرق، هي حصانه او بيبي عازمين هجان في الفرح؟ انت صاحبة العروسة مش كده؟ عرفت ازاي؟ اصلك لازقالها من الصبح، انا كمان لازق لشريف بقالي 4 ايام. انت صاحبه برضو؟ ايوه، انت انتمت العروسة مش كده؟ انا انتمتها. وانا انتم العريس شريف. طب ما طالما كده ما تيجي نتأنتم على بعض ونتعرف بقى. ده دمك خفيف قوي. ربنا يخليكي. شغلي ايه؟ لا طب نتعرف على بعض، اعرف اسمك الاول؟
صح. شريف، شريف المعداوي. نوره سليمان. اهلا وسهلا. اهلا. انا بقى انت متى يعني شغاله مضيفه زيك؟ والله صدقني اول مره اعرف ان العروسه شغاله مضيفه. بجد؟ كويس، ده انت هتنفعينا جدا، بتلفوا انتوا كتير انا عارف، تروحوا كل حته. كل حته. تروحي فنزويلا؟ اه. يا ريت تجيب لنا بن العميد من هناك، عمتي بتحبه جدا، ده ماركه هايله من هناك. بن العميد في فنزويلا؟ اه بيتباع هناك، او وفي كمان بوليستي، ده برضو من الماركات اللي لازم تجربيها. ايه بوليستي ده؟ شاي العسكري. انت مضيفه فعلا ولا جايه تشتغلي؟ لا والله العظيم مضيفه، بس انا مش شايف لا انجليزي ولا اي حاجه. لا والله مضيفه، بس انا اصلا ماليش في الشاي خالص، ما بشربش شاي. دي ماركات جامده جدا. بوليستي. بوليستي. هسألك عليه. نوره يا نوره. بس شاي العسكري موجود هنا في مصر؟ لا لا، غالي غالي ومضروب، ما تجيبش حاجه من هنا خالص، كله هاتيه من بره. اوكي هدور لك عليه. طبعا اذنك. اتفضلي. على فكره انت لفتي نظري جدا من اول مره شفتك فيها. اول مره ايه؟ انت لسه شايفني من 5 دقايق. ايه ده بجد؟ ايوه. قصدي يعني ان انت من الوشوش اللي الواحد لا يمكن لا يمكن ما ياخدش باله منها ويهتم بيها. ميرسي. دي بتروحي الرياض؟ رياض. بروح الرياض. في هناك بامبرز سعودي، البنت بنت اختي بتسرب طول الليل. طب ما تجيبه من هنا، موجود في مصر يعني. غالي غالي ومضروب، كل اللي هنا غالي ومضروب. يا ريت لو لقيتيه هناك هات لنا 5 باكيتات عشان الشتاء داخل او مخزن. Get ready for the countdown. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. فكره عادل فتح نفسي قوي على الجواز، وانا نويت اخد الخطوه. طب ما تتجوز، مستني ايه؟ ان شاء الله. دي بتروحي مدغشقر؟ لا لسه ما روحتش مدغشقر. في هناك معسل كريز حلو قوي ماما بتحبه. يعني تجيب المعسل من مدغشقر ما تجيبه من هنا؟ لا غالي ومضروب، كله غالي ومضروب. ويا ريت وانت راجعه من السوق الحره عروسه سجاير لعمتي. تعالى هنا، انا ملاحظه دايما ان انت عمال تجيب لعيلتك، امك وعمتك وبنت اختك اللي متسرب. انا خير. مش عايز حاجه لنفسك؟ يا ريت بقى، فانيلات وبوكسرات الوان على قد ما ربنا يقدرك وانت راجعه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما تجيبه من هنا. بتبعد، كله غالي ومضروب، كله هنا غالي ومضروب. والله انا ملاحظه ان انت كده ما بتحبش تبعتر فلوس. ايوه طبعا، ما انا بحوش عشان اكون نفسي. وانت تكون نفسك وانا اللي جهزك انت وعيلتك؟ يا ريت اهو ينوبك سواك فينا. انت عبيط يا ابني. وانا كل ما هاجي اخطب واحده هتعرف بقى ولا ايه؟
عادل عادل عادل، تليفونك بيرن. الو الو، صباح الخير، ممكن اكلم عادل؟ عادل مين؟ عادل حجازي، مش ده رقمه؟ اه ده رقمه. انت مين؟ انت المدام؟ صباحية مباركة يا عروسة. ميرسي. انت مين؟ انا هدى زميلته، ممكن لما يصحى تخليه يكلمني ضروري ضروري ضروري. صباح الفل على احلى عرس. ايه ده؟ هو اللي بيعمل ايه معك؟ في واحده كلمتك اسمها هدى وعاوزاك تكلمها، وبتقول ان انت زميلها في الشغل. مين هدى؟ انا ما عنديش زميله اسمها هدى على فكره. لا، واحده اتصلت دلوقتي وقالت لي انا هدى وعايزه استاذ عادل حجازي وصباحيه مباركه، فاكيد تبقى تعرفها ورقمها اهو. طب ماشي، كبري بقى، اكيد نمره غلط يعني. طب ما تكلمها تشوف مين دي. ما اكلمها ليه؟ انا اكلمها دلوقتي انا والقمر قاعدين. معلش كلمها، ما يجرش حاجه. ماشي. موبايل مقفول. بقول لك ايه، انا مش هحاسب على الطقم ده، انا حاسبت على الطقم اللي فات، مش سيره هي. ماشي يا عم، ما تيجي نرزل على الواد عادي زمانه صحي. تصدق فكره انت جاي كده في اي رزاله؟ يخرب بيت سنينك. طب رد على التليفون ده وافتح السبيكر. ارد ليه؟ معلش افتح السبيكر. رد. غريبه انت يا جيهان اهو. الو الو، صباح الخير يا استاذ عادل. انا من اشد المعجبات بتوعك على فكره. انا مين؟ انا شوقية مسحان. خد خد داليا شعبات، عايزه تصبح عليك. امسك يا ولد. صباح الفل. ايه يا عم بتقفش علينا كده ليه؟ انا وحبيبك شريف. قول له رفعت راسنا ولا كسفتنا كالعاده؟ شريف بيقول لك رفعت راسنا ولا كالعاده. بصوا يا جماعه، انا هريك دم. الله، غزير بايخ يعني. اوكي، ده قفل. ايه قفل؟ لا يكون زعل ياه. يا عم ازعل. تذكرت ولا ايه؟ اه. وانا ايه اللي قعدني مع ناس سكرانين بالشكل ده؟ طب مين اللي هيروحنا دلوقتي؟ ايه؟ هزار بايخ من ناس بايخين وسكرانين. تأكدتي بقى؟ سوري يا حبيبي، مفيش حاجة عليا. ما جراش حاجة، خلاص يا حبيبتي. حبيبتي. ايه بقى؟ نفطر هنا ولا نفطر تحت؟ لا، اطلب لي الشاي بلبن الاول، بعدين نبقى ننزل نفطر تحت. ماشي، شاي بلبن. شفتي الواد الحلو اللي انا جبته لك؟ ميرسي يا حبيبي. حلو؟ حلو قوي، جنن. بطلي قلة أدب بقى أنت كمان. هو إيه هو ده؟ يعني صباحية كويسة عادية يعني. ماشي، هبقى أحكي لك بعدين. لا لا، ده صاحي ونزل تحت يعني سبقني، وانا قلت له هغير هدومي بقى والبسه كده وانزل. ليه يا بنتي؟ ما انا مهتمه بيه، هو في ايه؟ ده انا قاعده حتى اتفرج على فيلم ابيض واسود من اللي قال لي انه بيحبه. انا برضو لا خالص، بالعكس، ده النهارده الصبح حصل حوار غريب جدا. واحده اتكلمت وقعدت تتدلع في التليفون وتقول لي انا زميلته وعايزه ابارك له وبتاع، وانا مشيتها يعني. امشي. فين الشكاكة دي؟ لا طبعا، ولا شكاكة ولا غيورة ولا أي حاجة. لا لا، طلع مش عارف واحد صاحبه وقال لي بيعمل فيه مقلب حاجة زي كده يعني. وبيني وبينك بقى، أنا ما بحبش أصلا الحركات دي، أنا عايزة أمشي عادل من أول يوم. وبعدين خدي بالك، أنا أصلا ما خدتش وقت عشان أعرفه، يعني هما كلهم إيه، يومين تلاتة. يا باي، يا بنت البواحة دي، ما تبقيش باي خمار عادي يعني. صحابه بيهزروا معاه في ليله الدخله، بتحصل كتير. بت او يكون دمك تقيل، بطلي. وبطلي الغنى اللي انت فيها دي، واحمدي ربنا ان جوزك عاقل. يا بت يا بت، حرام عليكي، هو في حد راقي الرجاله اليومين دول؟ امشي امشي امشي، انت هتفضلي هبله طول عمرك.
مين قالك مفيش رجالة؟ العشرة منهم بتلات تعريفة. هو الواد حلوة شوية. طيب طيب خلاص يلا هلبس بقى وانزل عشان ملطوش تحت كتير وهبقى اكلمك بالليل. انت فين؟ عندك رحلة؟ لا انا في الاوتيل عندي رحلة بالليل. طب يا ستي ربنا يهدي سركو. علي بقى وانجوي. انت في شهر العسل ها؟ لا ادعي لي انت بس. ادعي لي كده ربنا يهدي سري وما تطلقش قبل الاربعين. ربنا يا ستي يهدي سركو ويبعد عنكو الشر. يلا بقى. مجنونة. حبيبي. حبيبي. تحفة. حلوة قوي فعلا. دي برضو لا بقى. يلا شوف حبيبي. بص هدوقك من دي. لا. ليه؟ لا خلاص بجد مش قادرة اكل. والله دي حلوة. لا 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 عندي صداع والله مش قادرة. انا ما نمتش كويس على فكرة امبارح. صداع؟ ألف سلامة. اللي رايحة واللي جاية عمال تبص لها تبتسم لدي وبسمس لدي. هو انا ايه مش مالية عينك خالص؟ يا اخي احترم نفسك شوية. ده احنا حتى ليلة الصباحية. امال لو متجوزني بقالك 20 سنة كنت عملت فيا ايه؟ شاهم وطي صوتك. الناس كلها بتبص لي. ثانيا انا ببص بدور على الجرسون عشان يجيب لك حاجة للصداع اللي عندك. يا سلام يا غلبان يا مسكين يا حرام. انا ظلمتك ها؟ انا اللي مجنونة وغيارة لكن انت مؤدب ومحترم صح؟ جيهان وطي صوتك. مش هوطي صوتي. ايه ده؟ ايه العرف ده؟ جيهان جيهان الو عملت ايه يا عروسة؟ ايه ده في يا جيجي؟ مالك؟ انت بتعيطي؟ طب اهدي اهدي بس خليني افهم ايه اللي حصل. لا يا نورة لا لا انت مش فاهمة ده عمل فيا ايه؟ لا طبعا لا هسيبه انا ما اقدرش اعيش مع واحد بصباص زي ده. ده بهدلني خالص انا تعبت. لا طبعا لا هتطلق طبعا هتطلق انا ما اقدرش اعيش مع واحد زي ده. انت مش فاهمة ده عمل فيا ايه؟ ده فرج الناس كلها عليا، ده المطعم كله كان بيتفرج عليا. اه طب جيجي معلش ثانية واحدة خليكي معايا أنا راجعة لك ها؟ خليكي معايا. ألو أيوة يا عادل. I'm sorry إن أنا بكلمك دلوقتي. بصراحة أنا معرفتش أكلم أي حد تاني. أنت أقرب واحدة لجيهان وزي أختها. هقول لك كلام بس أرجوكي ما تقوليلهاش إن أنا كلمتك. أنا بصراحة مش عارف أتعامل معاها خالص. خالص. الغيرة والشك اللي جواها هيدمروا حياتنا مع بعض اللي هي لسه ما ابتدتش اصلا. يا نورة اقول لك ايه ولا ايه؟ دي مجنونة. اقسم بالله العظيم مجنونة. مجنونة وهتجنني معاها. ايه في ايه؟ معلش يا عادل اهدى بس شوية، هي بتعمل كده عشان بتحبك. طب بص يا عادل خليك معايا خليك معايا ها؟ انا راجعة لك على طول. ايوه يا جيجي انا معاكي. ايه اللي حصل بقى يا حبيبتي؟ اهدي بس شويه العياط مش هيجيب نتيجه. اهدي علشان نعرف نفكر. انا هقوم الم هدومي وامشي دلوقتي حالا. طب بص يا جيجي خليكي معايا انا راجعه لك. معلش يا حبيبتي خليكي معايا ثواني. ايوه يا عادل. بصي يا نوره ارجوكي حاولي عقليها قولي لا احنا مش صغيرين عشان نعمل كده. يا حبيبي طب بس افهمني. يا يختي فصل افتكرني قفلت السكه في وشه. وبعدين بقى ايوه يا جيجي. يا نوره اسمعيني اسمعيني ما تقاطعنيش. طب اسمعيني اسمعيني بس. بصي التليفون هيفصل شحن هشحنه وارجع اكلمك على طول. اوكي يا حبيبتي اهدي بس. اهدي
اهدي يا جنت، اقعدي اهدي وفهميني ايه تصرفات الجنان اللي انت بتعمليها دي. ما تكلميني، انا بكلمك. بلم هدومي عشان اروح. ليه بقى؟ ليه بقى؟ بقولك ايه، ما تضغطش عليا، انا هاخد بعضي دلوقتي وماشى. اوعى جيهان، ممكن تهدي شوية؟ مفيش اي داعي تتصرفي التصرفات الغبية دي. احنا حاجزين هنا اسبوع، حتى لو اتخانقنا يعني لسه ما قضيناش مع بعض يوم على بعضه. حاجزين اسبوع؟ حقيقي؟ دافع اسبوع يعني لازم نقضيه مع بعض؟ انزل بقى قضيه مع الولية مشاعر اصفر اللي كنت بتعكسها. انا عن نفسي ماشية. كمان بتقولي يوه؟ انا مش فاهمة والله، هو انت ايه ما صدقت؟ صدقيني يا جهان، أنا من أول ما قابلتك وأنا مبشوفش حد غيرك، أنا بشوفك أحلى ست في الدنيا، عشان كده أنا اتجوزتك. بس أنا عايزك يبقى عندك ثقة في نفسك أكتر من كده شوية. نعم، ثقة في نفسي؟ طبعاً عندي ثقة في نفسي، لكن ما عنديش ثقة في تصرفاتك. أنا عارفة إن أنا أحلى بنت في مصر كلها، لكن أنت اللي رايح واللي جاي عمال تبص لها وتعاكسها، ويا ريتك بتبص وخلاص، ده أنت كمان بتاخد مقاسات. أنا؟ تصدق انك انت ظلماني؟ وحياتك عندي انت ظلماني. مجنون انا بقى. الو، هاي نورة. ايوه يا جيجي، طمنيني عملتي ايه؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ هو عادل جنبك؟ راجع انا وعادل، راجعين على البيت. ايه؟ يا نهارك اسود، راجعيني على البيت ليه؟ يلا يلا هكلمك لما اروح بالليل. يا مجنونة ومصحف، انتي مجنونة. طب انتي واضح انك مش عارفة تتكلمي. انا عموما قلت اطمن عليكي، لما ارجع من الرحلة ابقى اكلمك واشوف انتي عملتي ايه. جيجي عقلي، بطلي هبل، بطلي غيرة. مجنونة، باي باي. فينك يا نورة؟ تيجي تشوفي الخيبة اللي انا فيها دي. خيبة؟ انا بقيت خيبة؟ لا انا بخير. طب انا هسيبك وانام. يلا مش كده بقى، هتسيبيني على طريق سفر كده لوحدي وتنامي؟ افتح بقى مزيكا تسليك، تصبح على خير. يا جيهان انت متعبه قوي بقى، بس انت زي الحسن، حتى انت زعلانه. خلاص بقى، خلاص سيبني انام شويه بقى. انا ازاي اصحيك؟ يلا.